لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم أعزائي الكرام. كان يا مكان فقدين الزمان، كان الخير في كل مكان، وكانت الريشة تقهر الميزان، وكان نعمة يتخطى الأسوار والحيطان، وكان الشيخ يقطع الويدان، والعرصة كانت كتغدي القبيلة وتزيد الجيران. كانوا كان حتى كان يحكي زمان على جوج عائلات، واحد منهم فلاح والتاني خماس. وكان هاد الفلاح دايما كيسرد مرتو تسلف السكين من عند مرات الخماس، وكانت مرات الخماس تمد للسكين وتدخل عند راجلة تقوله جرنا الفلاح أناني، كل يوم ينبح خروف ويأكله هو ومرتو بوحدهم، عمرهم قالوا يسردوا لنا شي طريف صغير ديال اللحم. ايوا يا خوتي، بقات مرات الخماس كل يوم تغني الراجلة نفس الغنية وتنكد عليه. الخماس واخا كان فقير مشى للسوق وجاب لمرتو كيلو د اللحم، وقال لمرتو يلاه طيبوا لينا مع سكسو. داكشي اللي كان، خدات مرات الخماس من عند رجلة اللحم ومشات طيب فيه، وغير بدا يطيب خرجت الريحة من الدار ووصلت عند الجيران، وغير شمتها مرات الفلاح ومشات كتجري لعندها وقالت له شميت ريحة اللحم في دارك وتشهيتو وخد وقني غير شميتي فصغيرة منه. قالت لمرة الخماس مزيان انتينا رجلك كل يوم يذبح خروف، وحتى نهار ما خممتي فيا وقلتي نجيب لجارتي شي طريف صغير، واليوم مني شرى راجلي اللي ما في حالو شي مسكين كيلو ديال اللحم بغيتي نتقاسمو معاك. شافت فيها مرة الفلاح وقالت له وانتينا شكون اللي قالك هذا الكلام هذا؟ ردت عليها مرات الخماس انتينا كل يوم كتجي تسلفي السكينه من عندي. ايوا شنو عاد ديروا بها اذا ما ذبحتوا شي خروف وقطعتوا بها اللحم؟ غير سمعت مرات الفلاح كلامها شافت معها وهي مخلوعه وقالت لها النحاف منين يا حسره؟ اللحم وانا رجلي بخيت، حتى السكينة الأخرية ما بغاش يشريها لي، وأنا كنت سلف السكينة كل يوم باش نقطع بها البصلة. سمع الخماس شنو قالت مرات الفلاح وانطق وقال انخر لي ملك رجلك كامل من أراضي وكسيبة ورزق تبارك الله وعايش غير على بصلة. وقف ومشى لعنده وقال له شنو رأيك تاكلي اللحم كل يوم؟ قالت له مرات الفلاح يا ريت يا جاري، راني كرهت البصال وريحت البصال ودموع البصال. قال الخماس اذا بغيتي تاكلي اللحم كل يوم انا نعاونك، ولكن عندي لك شرط. قالت له مرات الخماس اذا تقدر تعاوني شروطك اوامر. قال الخماس انا نعاونك، وشرطي الوحيد هو أنك تعطيني حقي ديال اللحم أنا ومرتي كل يوم. وافقت مرات الفلاح على شرط جارها الخماس. لغدا مشى الخماس وجاب عشبة منومة ومدها لجارته وقال لها غير ينعس رجلك حكيها له في نيفو واجي لعندي قولالي. قالت له وصى. رجعت مرات الفلاح لدارها وفي يدها هذيك العشبة، وغير طح الليل ونعس الفلاح جابت مرتو العشبة وحكيت له على نيفو ومشت قلت الجارة. جا الخماس ومرتو وهزوا الفلاح وخداوه من المقبرة اللي كانوا حفروا فيها حفرة ورموه فيها. البس الخماس واحد توب بياض باش يبان كيف حشي مالك، وجبد عشبة أخرى حكى على نيف دل الفلاح، وغير حكلو نيفو ناض من عاسو. غير ناض الفلاح وبدا الخماس كيدور على القبر اللي في المقبرة، والقبر اللي يدوز عليه يقول هذا كان كياكل لحم
الله يرحمه، هذاك كان كياكل اللحم الله يرحمه. ووصل عند الفلاح وقال هذا كان ياكل البصل، اليوم يخلصها غالية. وجبت الحصة وطح على الفلاح هاك بالك هاك بالك حتى شبعو ضرب. داخل الفلاح من قوة الضيق والوجع. أما الخماس عاوتاني جبد العشبة الأولى حكيلو في نيفو وهزو هو ومرتو ورجعوه لدارو، نعسوه في سريرو ورجعو لدارو. نعست مرات الفلاح قدامه كأن شيئا لم يكن، غير ناض في الصباح لقى مرتو نعسة في جنبه. سبحان الله سبحان الله، أنا حي، ما متشي ما متشي البارح، ما دفنتونيشي. قتلو مرتو شنو كتقول هاد الراجل؟ واش هبلتي؟ ناض الفلاح كيستغفر ويحمد في ربي على أنه اللي عاشو في النيل كان مجرد كابوس. وقال لمرتو جمعي كاع البصل اللي عندنا في الدار وحطيه الكسي بيع الفوه. قتلو مرتو ايوا وحنا شنو ناكلو؟ قال لها من اليوم نولي وناكلو غير اللحم. وبالفعل ولا الفلاح البخيل ديما يذبح وياكلو اللحم. ومرتو وفات بوعدة مع الخماس وولات كل يوم تسرد له حقه من اللحم هو ومرتو. وتهنت مرات الفلاح من البخل ديال الرجلة، والخماس ومرتو فرحوا بالخير اللي كتسرد لهم كل يوم جارتهم، وعاشوا في سعادة وهناء. وهكذا مشات حكايتي من واد لواد ومن بلاد لبلاد، يحكيها لجداد للصبية والحفاد. وراكم فهمتوها يا الجواد.